بيك عبد الله بجنب كينا الظاهر ظاهر السلمية كل واحد يعبر عن رأيه سمع مع المشاعر كينا لا معنا سلاح ولا صمر ولا معنا شيء مساربلين جينا قبل متحملين مسؤول الرئيس ولا على الجمهورية والشعارات ومنركب الخيام ما أدرينا إلا بالفجاء فوقنا وحنا مركب الخيام فجأة هكذا وكلهم بيحملوا على إخوانا نهبوا الخيام وحمل فوقنا شفتنا الرصاص في التاريخ من عمارة البنك ومن السكن الطلاب انقلقونا ومن بين الذي يحملوا منهم رصاص ما عدنا ايش حملوا علينا بالرصاص والحجاب الصم الجنابي الحدايق فوقنا ولا ادرينا حتى ما حد درى كل واحد بيهرب ما حد قدر يفتح حتى على الثاني اقسم بالله ان انا بين احمر وخمسه بين رجلي بيتبددوا اسمي وائل محمد محمد الهادري هذا اشترى شيء المسيرة هذا بسن وعمل إذا متعلقون لنا الأحزاب المعارضة والهجوم علينا احنا كنا نصد الخيام لما يرسل مصلحتهم جنابيهم بالحجاب فهم الأجبي بس لا هم من بينهم طلبوا علينا